نستهل جولتنا عبر الصحف الصادرة اليوم ببلدان أمريكا الجنوبية بباخينا دوسي التي كتبت أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أعلن أمس الأربعاء أن مشروع قانون إصلاح منظومة العدالة سيحال خلال الأيام القادمة إلى الكونغرس. وأضافت اليومية أن الرئيس أعلن أيضا عن إحداث مجلس استشاري مهمته إصداء المشورة للرئيس في مجال وضع السياسات والمشاريع من أجل أداء أفضل لمنظومة العدالة. وفي البيرو كتبت يومية لا ريبوبليكا أن رئيس البلاد مارتين فيسكارا جدد أمس الأربعاء دعوته للأحزاب السياسية للانضمام إلى ميثاق البيرو الذي أعلن عنه أول أمس الثلاثاء في الخطاب الذي وجهه بمناسبة العيد الوطني. وأضافت الجريدة أن الرئيس أعرب عن أمله في أن تكون الأحزاب السياسية على استعداد للانخراط في الحوار بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مختلف القضايا المطروحة. أما يومية كوريو برازيليانسي البرازيلية فأفادت بأن الشرطة الفيدرالية شنت أمس الأربعاء عملية واسعة ضد أعضاء شبكة للتجارة الدولي بالأسلحة النارية. وأفادت الصحيفة استنادا إلى بيان للشرطة أن المشتبه فيهم متورطون في تهريب ونقل أسلحة نارية تم اقتناؤها من الباراغواي وتوزيعها في عدة ولايات برازيلية. وننهي جولتنا من كولومبيا حيث توقفت يومية الكولومبيانو عند إعلان حزب القوة الثورية البديلة المشتركة فارك اغتيال مقاتل سابق في الحركة المسلحة السابقة التي تحمل الاسم المختصر نفسه وحارسه الشخصي. وأضافت الجريدة استنادا إلى بيان لحزب فارك المنبثق عن الحركة المسلحة المنحلة أن خوسي إغناسيو سانشيز ويومان خيمينيز قتلا من قبل مسلحين خلال هجوم بأوراوا بجهة أنتيوكيا شمال غرب البلاد.